بعد ارتفاع اسعار السجاير هل فكرت تبطل تدخين؟ يا رب، بس انا مش هنقدر. يعني دلوقتي دي احسن ازاي الاكل والشرب. يعني ممكن ابطل السكر الغالي، الفراخ اللي غليت، بس دي صعب علينا. واحنا بعد السن ده كله يا ريت على الاقل نوفر فلوس ونوفر صحه. بعد ما السعر بقى كان 20 22 رفع ل 40 5 فبقت استغلال. فيعني انا واحد من الناس بعد ما كنت بشرب بالعلبه، دلوقتي انا ممكن كبيري قوي اجيب مثلا 10 سجاير نص علبه، دي نادر قوي. يعني كل يومين مثلا لازم انا احاول ان انا على قد ما اقدر اخف منها. والله بحاول ان انا اجيب يعني مثلا ايه سجاره سجارتين في اليوم ثلاثه، وبعد كده ببطل، بحاول ان انا ابطل منها او اقل منها عشان الاسعار عماله ترفع كل شويه في السجاير. لا بصراحه ما فكرتش. لا والله عشان انا يعني بشرب سجاير من مده جامده، فعمر فجيت ابطل في مره لقيت نفسي تعبت فما بطلتش. حرام طبعا لما انا اشقى واتعب واروح اجيب مثلا علبه سجاير ب 110، فطبعا انا ابطل السجاير. مش عارف، بس انا بشرب نوع سجاير رديء جدا فهيخليني ابطل اجباري. يعني تقلقش يعني. اول حاجه بدات ان انا اغير في الانواع، بدات ان انا اخد النوع الاقل، وبعد كده حتى النوع الاقل زاد برده سعره، فبدات بقى ان انا اجيب فرد او ان انا اقلل الكميه او ان انا خلاص يعني اتجاوز عن الفكره خالص. والله فكرت ابطل، بس لما لقينا البنزينه بتباعها ارخص من السوق وارخص من الاول الواحد رجع يشرب اكتر من الاول. السجاره اصبحت ب 4 جنيه لو هتشتريها فرد، فقلت حرام يعني انا بكسب كام 4 جنيه، فبطلت اسبوعين. بس انت عارف مع ضغطي دخلنا انواع كتير الدنيا اتبهدلت فرجعنا لها تاني، بس بقيت بقلل منها. يعني مثلا لو كنت بشرب علبه في اليوم بشرب نص علبه، بشرب 10 لا بقيت بحاول تدريجيا، عشان هو واحد قال لي هتيجي في مره واحده عاوز تبطل مش هتعرف. سبب ارتفاع السجاير احنا كل يوم بنشرب نوع سجاير مختلف، النهارده انت بتجيب 5 سجاير عشان مش لاقي سجاير اصلا. بسبب الزياده اللي انت فيها ثمن العلبه النهارده بتجيب نص علبه. لا طبعا، عشان انا واحد واخد عليها من بدري، لما كانت حتى ب 20 جنيه كنا بشربها. حالة وصلت برضو لو مهما تعلى سعرها برضو هنشربها. هنعمل ايه؟ مضطرين يعني. بدات ان انا افكر ان انا خلاص ابطل سجاير بسبب موضوع الغليو دوت. خلاص يعني الواحد مش مستحمل ان هو يجيب اي حاجه تانية، بيتي اولى بيها. فكرت والله بس تفكيري طلع وحش، يعني فكرت ان انا ابطل السجاير بفيب. يعني هو ده تفكير وحش، يعني ان انا ابطل حاجه واخش في حاجه تانية. تمام، بس بفكر كده يعني واحده واحده ان انا ابطلها خالص، يعني ابعد عن الفيب برضو. ربنا اكرمني ان انا بطلت السجاير. والواحد بعد ما بطل السجاير اولا موضوع ارتفاع السعر، وثانيا الصحه، الواحد بيحافظ على صحته، فلازم الواحد يعني ربنا ادانا نعمه نحافظ عليها.